صباح الخير، برحب بالجميع. راح نبلش اليوم بالويبنار الأسبوعي. عم بحكيكم من لبنان، زميلي مهند اليوم كبير المحللين ما قدر يكون معنا، فإن شاء الله نحن اليوم نقدر نغطي قد ما فينا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بيرجع بينضم لنا. راح نبلش اليوم طبعا مثل العادة بأسعار الدولار واليورو، حيث كما نرى أنه اليورو ارتفع بتداولاته الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع على خلفية تراجع الدولار، خصوصا بعد مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الذي إجا عند قراءة أسوأ من التوقعات، لكنه أفضل من قراءة الشهر الماضي، ولكنه جاء ليخالف توقعات المحللين، لذلك ضغط سلبا على الدولار وجاء اللوطي دفعة إيجابية على اليورو. مثل ما شايفين بالرسم البياني، كان في بالترند الهابط اللي بيظهر بالرسم البياني لليورو في اختراق لهيدا الترند وأسعار فوق هذا الترند الهابط. نتوقع حاليا اليوم أن يستمر بهذه التداولات تقريبا المرتفعة إلى العرضية ومستويات مقاومة عند 1.2010. في حال لن يكون هناك هذه التداولات المرتفعة، نتوقع أن يصل إلى مستويات دعم 1.19 تقريبا 90. ولكن مؤشرات كما نرى هنا عندنا يصل إلى أعلى مستوياته تقريبا فوق أما المتوسط المتحرك كما نرى يحمل الأسعار باتجاه مرتفع، فهناك بعض من التناقض في التحليل الفني، لذلك نحن نترقب اليوم الأسواق خصوصا تأثير منتصف هذا الأسبوع. هناك بعض البيانات على مؤشر الدولار وعلى المنطقة الأوروبية، حيث مبيعات التجزئة سوف تصدر في الولايات المتحدة ونتوقع أن تكون سلبية وتؤثر بطريقة إيجابية على أسعار اليورو. هذه البيانات ستصدر الثلاثاء. اليوم الاثنين ليس هناك من بيانات مهمة ننتظرها في الأسواق، لذلك الترقب هو الثلاثاء ونهار الأربعاء أيضا. أذكر أيضا أن في حال اخترق اليورو مستويات 1.2010 نتوقع أن يصل إلى مستويات 1.2040. أما كسر مستويات 1.1909 نتوقع أن يصل إلى مستويات 1.1890. في الانتقال إلى أسعار الباوند كما نرى في الرسم البياني، هذا الأسبوع ننتظر بيانات مهمة في الاقتصاد ببريطانيا، حيث معدل البطالة وأيضا معدل التغيير في الوظائف وأيضا تقرير التضخم وسماع تقرير التضخم من قبل البنك المركزي في بريطانيا. وطبعا نتوقع البطالة أن تبقى دون تغيير عند 4.2% تقريبا، ولكن أكثرية التوقعات تشير إلى أن لن يكون هناك رفع قريب لمستويات الفائدة، حيث نرى أن كان هناك مستويات فائدة على 0.5% الأسبوع الماضي، ولن يكون هناك رفع لهذه المستويات، وتقرير التضخم سوف يصدر نهار الثلاثاء وليعطي دفعة. كما نرى في الرسم البياني هناك مستويات مقاومة عند 1.36 ومستويات دعم عند 1.3460. في حال اخترق السعر مستويات المقاومة 1.36 نتوقع أن يصل مستويات 1.38 30. أما في حال كسر مستويات دعم 34.60 نتوقع أن يصل لمستوى 1.4 أو 32.50. لذلك نحن نترقب حاليا التقرير الذي سيصدر نهار الثلاثاء على الباوند. كما نرى أيضا في التحليل الفني مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مستويات دون مستويات تشبع في الشراء، يصل تقريبا ليعكس اتجاهه، لذلك يعطينا دفعة سلبية على أسعار الباوند الذي حاليا نتوقع أن يتداول بهذا المثلث الذي يظهر في الرسم البياني. لذلك تداولات عرضية أتوقع أن تكون سلبية في إجمالها اليوم والثلاثاء. ننتقل إلى أسعار الذهب التي لا تزال في ترند صاعد. أذكر طبعا أن الذهب كان عند مستويات مرتفعة، لكنه تقريبا خفض في تداولاته منذ أكثر 3 أسابيع ارتفاع تقريبا انخفض في تداولاته، وهذه الخسائر طبعا تأتي عند مقاومة مهمة عند تقريبا 1320 ومستويات دعم مهمة عند 1317. أذكر أيضا أن الذهب جاءت تداولاته على خلفية الإيجابية، جاءت على خلفية تراجع
الدولار بعد ما شعر المستثمرين بأن الفيدرالي لن يتم رفع أسعار الفائدة كما هو مقرر 4 مرات، ربما فقط 3 مرات هذا العام، وأيضا تراجع العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون 3% جاء ليعطي بعض الدفعة الإيجابية على الذهب لأنه ضغط سلبا على مؤشر الدولار. ولكن نبقى بالتوترات الجيوسياسية طبعا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأيضا بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، جميعها تدعم الذهب في الارتفاع لأنه الملاذ الآمن طبعا على حساب مؤشرات أو العملات الأخرى. في الانتقال إلى أسعار النفط، النفط يحاول مرارا وتكرارا اختراق مستويات 72 يتجاوزها، لكنه لم يتمكن من تجاوز 72 في إغلاقات نهار الجمعة، وذلك خصوصا كسرها كان أو اختراقها كان صعبا بالرغم من أن هناك بعض التراجع في مستوياته منذ أكثر من عدة سنوات، منذ عام 2014 حيث وصل الأسبوع الماضي عند مستويات 71.80، لكنه عاد وانخفض عند هذا المستوى 71.80 واستقر عند 71.50 تقريبا. وتعود هذه التداولات الإيجابية طبعا للنفط على خلفية مخاوف من توفير هذه الإمدادات البديلة والتي تشكل فراغ، خصوصا على وشك ترك فراغ، خصوصا بعد توقع بأن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات جديدة على إيران، وهذه طبعا سوف تهدد الإمدادات، لذلك كان هناك رفع لأسعار النفط. وأيضا أشير إلى ارتفاع أسعار النفط يأتي أيضا على خلفية بيان المخزونات في الولايات المتحدة الذي جاء انخفاض، وهذا أمر إيجابي دعم الأسعار في الارتفاع. أذكر أن أوبك بقيادة السعودية وروسيا تسعيان جاهدين للحفاظ على استقرار في الأسعار التي ترتفع في الآونة الأخيرة. وأيضاً أذكر إلى أن إيران هي تنتج تقريباً 4% من هذه النفط وتصدر، ولذلك فرض عقوبات سوف تؤثر بطريقة سلبية على إنتاجها، لذلك نتوقع أن تستمر هذه الأسعار في الارتفاع في الآونة المقبلة. طبعا ننتظر تقرير المخزونات الرسمية نهار الأربعاء لأسعار النفط، حيث ارتفاع المخزونات يؤثر سلبا لكن انخفاضه، ونتوقع أن يكون هناك انخفاض ليعطي بعض التداولات الإيجابية. في حال اخترق مستوى 71.80 نتوقع أن يصل إلى مستويات 72 في تداولاته، ولكن هناك بعض من المقاومة القوية، لذلك كسر مستويات 70.5 كما يظهر في الرسم البياني، هنا نتوقع أن يعود ويصل إلى مستويات 70 وربما إلى مستويات 69 في تداولاته. في الانتقال إلى أسعار الداو جونز، أذكر أن الداو جونز قد ارتفع في تداولاته نهاية الأسبوع الماضي، وهذا أمر كان إيجابي خصوصا وأن الداو جونز لم نشهد ارتفاعات له منذ آونة قليلة، يعني هذا الارتفاع جاء إيجابي على أسعار الداو جونز. وكما نرى أنه حاليا يحاول جاهدا وبصعوبة اختراق مستويات 24000 وتقريبا 860 نقطة، وتعود هذه التداولات الإيجابية على أسعار الداو جونز على خلفية بعض المكاسب للشركات على الداو جونز الذي هو مؤشر أسهم الشركات الأكثر، الشركات الأكبر ربما بالماركت كاب أو القيمة السوقية في الولايات المتحدة. وأيضا كان هناك خطاب لدونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي حيث أشار إلى أنه يريد خفض أسعار الأدوية، وهذا أيضا جاء ليريح المستثمرين ويضغط على أسعار الداو جونز بطريقة إيجابية، ولذلك سجل هذه المستويات المتتالية المرتفعة للداو جونز، حاليا يحاول خرق مستويات 24800 ونتوقع أن يصل إلى مستويات 24900 في حال كان هناك اختراق. أيضا معدل البطالة أو طلبات إعانة البطالة قراءتها نهاية هذا الأسبوع، نتوقع أن تأتي بعض الشيء سلبية لتعطي بعض دفعة سلبية على الدولار، لكن نتوقع أن تعطي دفعة إيجابية على مؤشر الأسهم. كما أشرت في الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع، اليوم ليس هناك من بيانات كثيرة مهمة، ولكن غدا يوم الثلاثاء ننتظر في الاقتصاد في المنطقة الأوروبية مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا، وطبعا فرنسا هي
ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية، لذلك نتوقع أن يكون هناك تغير مباشر على أسعار اليورو. أما في بريطانيا كما أشرت ننتظر تقرير السماع على التضخم، وطبعا في حال لم يتم هناك رفع أسعار فائدة كما أشرت الأسبوع الماضي، لذلك نتوقع أن يكون هناك تقرير تضخم بعض الشيء سلبي على الباوند الذي تراجع الأسبوع الماضي، ونتوقع أن يستمر في التراجع هذا الأسبوع. وأيضا معدل البطالة سوف تصدر نهار الثلاثاء، نتوقع أن تبقي على استقرار. أما في المنطقة الأوروبية أيضا ننتظر الاستطلاع لمعنويات الاقتصاد من قبل المستثمرين في حال كانت إيجابية في المنطقة الأوروبية، قد تدعم العملة الأوروبية في الارتفاع. أما في الولايات المتحدة أيضا نهار الثلاثاء مليء بالأخبار الاقتصادية المهمة بالاقتصاد، أكبر اقتصاد الولايات المتحدة وأيضا أوروبا وبريطانيا، لذلك التداولات حذرة وستكون طفيفة اليوم، ولكن يوم الثلاثاء نتوقع أن يكون هناك تداولات واضحة على الدولار اليورو والباوند، حيث في الولايات المتحدة نظهر مبيعات التجزئة، وطبعا مبيعات التجزئة تشير قوتها وارتفاعها يشير إلى قوة الاقتصاد وقوة المستهلكين في الاستثمار في الاقتصاد. لكن التوقعات تشير إلى أنها نتوقع أن تتراجع، أتكلم عن مبيعات التجزئة الشهرية عند 0.4%، بينما قراءة الشهر السابق عند 0.6%، لذلك التوقعات السلبية على الدولار تأتي تضغط سلبا على مؤشر الدولار، نتوقع أن تعود بطريقة إيجابية على مؤشر اليورو على عملة اليورو الذي أيضا ننتظر الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة الأوروبية نهار الثلاثاء. أما في ميزان التجاري يوم الخميس للعملة الأوروبية، ويوم الأربعاء ننتظر في الولايات المتحدة المخزون كما أشرت، معلومات عن المخزون النفطي وأيضا تقرير من وكالة أوبك سوف يصدر نهار الأربعاء ليعطينا أيضا مؤشر أو صورة واضحة عن اتجاه أسعار النفط في حال كما أشرت تم اختراق مستويات 72، نتوقع أن يستمر في الارتفاع. مشاهدينا أشكركم للمتابعة، في حال هناك أسئلة أو استفسارات يرجى منكم زيارة موقعنا، أو يمكن إرسال إيميل عبر webinar@cfifinancial.com. وطبعا نشكركم للمتابعة ونلقاكم أسبوع المقبل مع كبير المحللين.